السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا السيد حسين خليل إبراهيم العرادي، عمري 42 سنة. في بداية مرضي كان ظهرت علي في خدي الأيسر حبة صغيرة بيضاء، بعدين مع فترة الأيام كبرت وصار حجمها أكبر، فعلى الأساس أن أنا توجهت إلى المستشفى إلى الدكتور بحيث أن أتأكد أن هذا المرض يعني صحيح أو أن يكون مرض ثاني. فسووا لي الفحوصات وسووا لي الأشعة والتحاليل، وبعد الفحوصات والتحاليل الأشعة أثبت أن عندي مرض السرطان في الفم. فقالوا لي الحين تحتاج إلى عملية، تجري عملية حق استئصال هذا المرض. فمع الأيام مع الفترة كبر المنطقة اللي فيها الورم بشكل ملحوظ، فعلى هالأساس سارعوا الدكاترة بحيث إنه يجرون لي العملية، وتوجهت إلى دكتور محمد المحرقي في مستشفى العسكري وسوى لي الفحوصات الكاملة وسوى لي الأشعة، وعلى الأساس قال لي تحتاج إلى العملية. وبعد موافقتي على العملية أعطاني نسبة نجاح العملية من 90% إلى 100% نجاح العملية، وقال لي بالنسبة إلي بتكون أفضل يعني مع العملية، وفعلا أنا وافقت وسويت العملية زين في تاريخ 1/12/2020 زين، والحمد لله الأمور أفضل يعني كانت، ونجحت العملية وكان نجاحها أفضل مما كنت أنا أتوقع، والحمد لله الحين أفضل من قبل واجد. بخصوص مستشفى العسكري وانطباعي على الخدمات اللي وفروها إلي صراحة، من أصغر شخص إلى أكبر شخصية موجودة في مستشفى العسكري، من خدمات من كادر طبي من الخدمات الثانية زين كانت جدا ممتازة بالنسبة تواصلهم معي زين، خدمات اللي يوفرونها لي من ناحية الأشعة أو من ناحية فحوصات الدم وتسهيل هذه الأمور يعني كانت جدا جدا يعني سهلة، وكانت الكوادر يعني متواصلة وياك ودونك إلى أي قسم زين وإلى أي خدمة أنت تحتاجها بالنسبة إليها أنهم يودونك إليها يعني. فكان جدا يعني الخدمات اللي موجودة زين بالنسبة إلى الأجنحة اللي كنت ترقد فيها، وبالنسبة إلى بنك الدم أو مثلا الصيدليات أو مثلا وش اسمه الأقسام الثانية أو أن الدكاترة اللي كانوا يتابعوني أو بالخصوص الممرضات زين، يعني كان كادر متكامل صراحة يعني، وكان جودة عالية من الاهتمام زين والمحافظة على المريض يعني. أنا هذا الشيء لمسته وشفته يعني، مو أن أنا أتكلم شيء أنا مو مجرب إنه، لا أنا عشت هذا الشيء وكنت وياهم في هالفترة زين، فترة العلاج وقبل العلاج وبعد العلاج، والحمد لله يعني صراحة خدمات راقية ومتطورة يعني إلى مدى يعني بعيد صراحة يعني. بالنسبة إلى حياتي الآن بعد إجراء العملية زين والحمد لله الأمور كلها زينة، وحياتي رجعت إلى سابقها يعني، والحياة صارت عادية وأمارس حياتي بشكل طبيعي يعني زين في جميع الأمور يعني. بالنسبة لي حياتي مع العائلة أو حياتي مع الأصدقاء أو حياتي مع المجتمع زين بالعكس صار يعني الوضع عندي كلش طبيعي، ورجعت حياتي نفس السابق زين، وما صار عندي وقف أو أن بعد العلاج يعني أنا أوقف وخلاص وينتهي الموضوع، لا بالعكس النفسية إليها دور، الدافع النفسي
زين انت لازم تتعدي هذه المرحله وترجع حياتك الطبيعيه وتعيش هي المجتمع. زين هذه بعد رحله من يعني العلاج ان انت تكون فيها اسرع الى علاجك يعني. والحمد لله يعني بالنسبه رياضه رجعت الى الرياضه وامارس الرياضه والحمد لله صحتي صارت افضل من قبل. زين وبالعكس مع الايام ان شاء الله راح تكون افضل وافضل يعني. والاستمرار والعزيمه الشخص اذا عنده عزيمه انه يواصل هذا الشيء بالعكس راح يكون للافضل والافضل والافضل والافضل. بالنسبه الى تجربتي زين ونصيحتي اللي بالنسبه الى هذا المرض زين هو سرطان في الفم زين كل شخص يكون يتعرض إلى هذه الأمور بالنسبة إليها أو يشوف أي ملاحظات يجب التوجه إلى الدكتور المختص في مستشفى العسكري زين لكي يأخذ الفحوصات ويأخذ التحاليل ويشخص الدكتور المناسب إلى هذا المرض. على هذا الأساس إن لازم الإنسان يكون يسعى من البداية حق يقدر يتغلب على هذا المرض زين. وبالنسبة إلى مستشفى العسكري عندهم الإمكانيات وعندهم الأجهزة المتطورة وعندهم الخدمات السريعة بحيث أنه يوفرونها إلى المريض. وعلى هذا الأساس أنه يكون أنت عندك اطمئنان وعندك استقرار من ناحية الدكتور اللي بيسوي لك العملية وفي نفس الوقت أنت تطمئن على نفسك أن نجاح العملية يكون زين نجاح فوق المعدل. وبالنسبة إلى أنت سويت في المكان المناسب في مستشفى العسكري وطلعت النتيجة سليمة 100% وهذا كله بنجاح من إدارة المستشفى والدكتور اللي قائم على هذا العلاج. وفي الختام نشكر الكوادر في مستشفى العسكري وبالخصوص وجزيل خاص إلى الدكتور محمد المحرقي زين كان دكتور وكان مثل الوالد ومثل الأخ وكان جدا جدا تعامله راقي وكان أخلاقه راقية وكان تعامله ما كأنه يتعامل ويا المريض كدكتور بالعكس كان إنسان راقي إنسان متحضر إنسان واعي إنسان يقدر الشخص اللي أمامه زين. فأقدر إليه كل الاحترام وكل الشكر وكل الجزيل الشكر إليه صراحة ونشكر على هذه الجهود ونتمنى إليه كل توفيق إن شاء الله ونكون إليه أيام الجاية يكون أفضل في حياته وتوفيق إليه إن شاء الله. ولكم الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.